حديث البلد مع شيف رمزي وطارق سيكياس. شويري واهلا وسهلا فيكم بحديث البلد. شاف في شيء اكله طيبه ولا كنت جايبه كثير والله بس الشباب عشطونا اياه اخذوه ولا ما بقى شيء هيك نتفه؟ طيب مرتي جاي وعد اوكي خلص اكيد. شاف رمزي شويري انت طباخ ماهر ومعروف بالعالم العربي من خلال اطلالاتك التلفزيونيه ووصفاتك الطيبه جدا. طارق سيكياس انت منتج اعلانات وشريك بشركه ليزر فيلمز المعروفه والرائده بمجالها، وفي رفقه انت والشيف رمزي من مقاعد الدراسه. لا كان اكبر مني بس كان اكبر منك بس كنتوا بذات المدرسه واليوم عم نستضيفكم بحديث البلد لنحكي عن الابلكيشن الجديده اللي اطلقتوها الشيف رمزي وصفات من لبنان واللي ممكن تحميلها على أجهزة أبل مثل آيفون والآيباد بالإضافة لأجهزة أندرويد. يعني حتى الأكل اليوم صار بالتكنولوجيا الداخل. شيف رمزي بشو بتتميز هالأبليكيشن عن كتابك الموجود بالأسواق؟ هي الكتاب الثاني اللي عملته عن تراث لبنان، حبيت أنه نواكب التكنولوجيا وأنه يكون المطبخ اللبناني التراثي ايضا موجود مثل بقيه مطابخ العالم من خلال ابلكيشن. فالفكره راودتني من زمان ولكن بعد التكنولوجيا ما كان في مجال. ولما بلش الايباد والايفون وسبب طارق كمان حكيني بالموضوع فعملنا الابلكيشن ونزلناها. والحمد لله يعني اليوم صار مطبخ اللبناني ايضا موجود على الابلكيشن بكل انحاء العالم، اي شخص بيقدر ينزل ما يقارب 600 وصفه من المطبخ اللبناني. يعني هيدي عم بتصير كمان بتصير غير الكتاب انه بيقدر يوصل لها يلا حدا بكل العالم. أكيد يعني اكيد. طارق سيكياس اليوم لمين موجهه هالابلكيشن؟ يعني موجهه لكل للبنانيين اللي عايشين بلبنان، اللبنانيين المغتربين. وكل شخص بحب الاكل اللبناني. يعني هلا صارت هينه بكليك بينزل الابلكيشن و في مثل ما قلت 600 وصفة، هلا رح يوصل ل 600 وصفة، بعدنا هلا 300 وصفة بس عم نزيد بصير في ابديت ورح نوصل على 600 وصفة من هلا لشهر يمكن. اي شو أول وصفة بلشتوا فيها؟ الحمص. الحمص كان يعني الوصفات الأساسية والتبولة الحمص والتبولة والفلافل. يعني اعتبروهم أهم وصفات خاصة أنه هول اللي أخذنا فيهم أرقام قياسية بالجنس. ولبنان هلا لو بعد مريم هون يمكن كانت اعترضت، الفلافل المصريه ولا اللبنانيه؟ نعتبرها عربيه. عربيه يعني بس اهم شيء ما تكون اسرائيليه، المهم تكون عربيه. لا اكيد مش اسرائيليه. شيف رمزي وطارق سيكياس قبل ما نكفي سوا خلينا نشوف ديمو لهالابلكيشن بهالبلاير، بس حتى نقدر نشوفها بدي اطلب منكم اثنيناتكم سوا تطلعوا بالكاميرا. بتعرف شو بنقول بحديث البلد؟ بلاير باسم. بلاير باسم. بلاير باسم. لك انا واحد اثنين ثلاثه. بلاير باسم. مثل ما قال طارق الابلكيشن تتضمن لحديث هلا حوالي 300 وصفه من اطباق رئيسيه لحلويات وشوربه وسلطات وغيرها بلاش يشط ريقنا، وبتتضمن كمان خريطه للبنان وزعت عليها الماكولات بحسب المناطق المشهوره فيها واللافت انك تشرح عن هالوصفات بالعربي الفرنسي الانجليزي والاسبانيولي. ما شاء الله عليك، انا بعرف انك بتعرف الفرنسي وبتعرف انجليزي، الاسبانيولي من وين جبته؟ اسبانيولي اضطريت يعني لما كنا بالمدرسه نحضر البكالوريا الفرنسويه، وبعدين لما كنت بفرنسا للاجازه بالاقتصاد ايه توازيام لونك نقوي كمان اللغه الرابعه اللي هي كانت الاسباني. رابعه بالباك؟
بالاجازه الاقتصاد والحقوق بفرنسا. بالاقتصاد والحقوق بالباك الثالثه. باك الثالثه. طيب رح اسمعك هالغنيه عن الاكل بالفرنساوي. Pour faire de bons gâteaux, il faut beaucoup d'ingrédients, du chocolat et de l'eau. هيدا شو الليلة طارق اليوم كيف بيقدروا المهتمين ينزلوا ابلكيشن الشيف رمزي وقد ايه بتكلف تحديدا؟ هي بتكلف اقل من 4 دولار بينزلوها حسب مثل وقت على الابل ستور او اكسس يعني اكسس على كل الوسائل مش عايزين انترنت ليشتغلوا بعدين يعني وقت نزلتيها صارت عندك على الايباد على الايفون او هاللي هي بعدين ما بقى فيك تشتغلي بدون كونكشن يعني بصير عندك كل ال كل الابلكيشن وصفات 300 وصفه واللي عم بيزيدوا وبينزلوها من الابل ستور او من الاندرويد ماركت يعني كل واحد عنده هلا اليوم ايفون او ابل كثير هينه يعني كليك واحد بينزلها وحتى اذا ما بيعرف انه في ابلكيشن شيف رمزي وحدا عم يفتش على اكل لبناني في مثل بيقولوا كيوردز يعني اذا واحد كتب كويزين او ليبانيز او طبخ او لبناني او شيف بتطلع له ضمن الابلكيشنز اللي معمولين بهالاطار بهال بالليستا وهلا صرنا نمبر 1 يعني لانه بالتوب ليستينج يعني لانه بالناس اللي عم يعملوا اكسس عليها ايه صح طارق قد ايه مرتك عم بتمضي وقت على الابلكيشن؟ ما هيك يعني انا ما بعرف بضل على الايبود على التليفون بكون عم تعمل شاتك مع حدا يعني ما بعرف بس طيب عملت لك شيء من هالاكلات؟ عملت وطلع ما كثير منيح فبتفتكر مش ما كانت عم ما كانت على الابلكيشن كانت غير محل بس شيف رمزي اليوم قديش انت عم تعمل خير مع الرجال بالعالم؟ يعني بعتقد كثير لانه كل ما اشوفهم بيسلموا عليك بحراره وبيتشكروك كثير يعني مبروك هالابلكيشن الجديده ودائما شيف رمزي انت على كل حال كنت سباق يعني بهالمجال واليوم كمان عم تتعامل مع شركه سباقه بمجال الاعلانات والتسويق فجود لك بهالمشروع وبعتقد الليله صاروا الكل بيعرفوا عن هالابلكيشن وبيقدروا يحصلوا عليها الله رهب شكرا لكم ميرسي لك ثانك يو We'll be right back.